اهلا بكل مشاهدينا وفقره جديده في استوديو دراما، ومنورنا الفنان الشاب عمر السعيد. والسنه دي كان في يعني اعمال كتير جدا ما شاء الله، مش عايزين نحسد ولا حاجه، يعني نقدر نقول تفاحه ادم، في كمان امبراطوريه ميم، يعني هنعد معاه الاعمال اللي هو تالق فيها. عمر الف مبروك. الله يبارك فيك. نقدر نقول كده ان يعني الفنانه الاول، انا عايزه اتكلم على الفنانه والمخرجه اللي هي يعني تعتبر وش السعد عليك، المخرجه كامله ابو زكي. كامله ابو زكي هي دي البدايه خالص مع كامله. ده طبعا 1-0. 1-0. اول حاجه عرفت ان هي بتختار ممثلين فروحت لها، ما كنتش اعرفها يعني، وادتني دور وخدته اتدربت عليه، وبعدين رجعت لها اوديشنز يعني كاستنج، وبعدين خدتني في 1-0. ده كان اول مره اشتغل. عمر في 1-0 نقدر نقول ان الدور مش كبير قوي. لا. بس انت عملت شكل الضابط وطريقه ضابط مختلفه. واحنا خارجين من الفيلم، يعني انا فاكره قوي انت كنت لسه، احنا مش عارفينك، خارجين نقول ايه اللي عمل دور الضابط ده؟ فظيع، ده دمه خفيف. يعني عملت شكل مختلف خالص عن الضابط اللي احنا دايما بنتفرج عليه. لا، هو احنا في الاول قعدت انا واستاذه كامله يعني اشتغلنا على الدور، هي برضو بتهتم بكل التفاصيل، يعني اللي جاي راح يعمل مشهدين زي مثلا نيلي ومدام إلهام شاهين في الابطال، في بتهتم بكل حاجه، بدليل هتلاقي كل شغلها بعد كده ان كان زاد او سجن النساء كل الممثلين بيمثلوا زاد عن الطبيعي. قعدنا اشتغلنا، زائد ان انا ليا ناس صحابي ظباط، فقعدت ركزت معاهم، لقيت ان هم دي طريقتهم. يعني ما في يعني جو الظابط اللي في سن اللي مربي شنب وغلابس قميص، ما فيش حد بيعمل كده. يعني بتلاقيهم شبه الناس العاديه اكتر. الناس دايما واخده